السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين المهندس يحيى. صلى على النبي في تعليق كده الأول قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك. معانا المكنة دي يا جماعة، مكنة بتاعت عربية لسراوسين، المكنة اللي هي النكار للدريات الدراع الطويل. المكنة دي معمرها يا جماعة، ملهاش 6 شهور. ترفع المقاس كأنها فرن بطاطا، والمكنة تنفض وتشرب وتتحط مكانها في الحمالات. فحاليا المكنة هنا الكرنك زي ما انتم شايفين حرير، القامة تمام، هي كسرت تروس تقسيمة قدام. طبعا ده بعد ما فوتت اصلا المكنة. المكنة دي يا جماعة مفوتة، يعني ايه اللي فوتها بقى؟ لقينا العمة مكسورة تمام، زي ما انتم شايفين ترومبة الزيت بتاعتها هي كويسة، الكارتيرة الدنيا دي تمام. ايه السبب يا جماعة ان المكنة تفوت بسرعة او الشمبر يتاكل والكلام ده؟ العمة مراخينها يا جماعة، زي ما انت ليك مراخين وبتستنشق في اليوم كم مرة، بتتوضى كل وضوء 3 مرات، فبتغسل مراخينك باستمرار. دي بقى مراخين العربية، العمة دي التراب الناعم بيخش يا جماعة على سطح من غرف الحريق من المنف، طبعا بينزل على من الصباب، بياكل أعز الصباب وبينزل من الصباب على سطح البستم، بينزل بين البستم وبين الشميز، بيبدأ ياكل في الشمبر. التراب الناعم دي بتنزل زي الصنفرة يا جماعة، مع طلوع البستم ونزوله صنفرة، بتاكل الشميز وتاكل الشمبر وتوسع في خانة الشمبر تمام. بس دي ملهاش 6 شهور، فلقيناها لسه ايه، ملعيش البستم يبوظ تمام، ويقدر السباكة تمام، كل حاجة تمام. هتاخد طقم شمبر وهتغير الشمايز، الشمايز عتبه بطريقة فظيعة يا جماعة والله، ده من التراب الناعمة. فياريت ننضف العمة باستمرار ونكشف عليها. صوت العربية اتغير معاك يبقى جلدة العمة مقطوعة، صوت العربية جعرت معاك انت وماشي جلدة العمة مقطوعة. فياريت نركز يا جماعة في النظافة. فلتر الهواء يا جماعة الفيديو جاي ان شاء الله هقولك تعمل ايه فيه بقى. بصوا اهو العدة بقى بالمسامير بكل حاجة. بعد ما خلصنا فرتيك طبعا هنروح بيها المخرطة ونعمل لها جلب ونظبط الدنيا. وش السرندل طبعا يا جماعة هيتاخد عمرة كاملة، وش السرندل وهيتغير ل4 شماز، ويجي طقم شمبر وطقم جوان وطقم تروس بس كده، وتتقفل المكنة. وان شاء الله منا ندورها، هنوريكوا بقى بايه ندورها، وهنحاول نصور لكم فيديو احنا بننزل البستم وبنحط وش السرندل بنقرط على المكنة كده يعني تمام. وياريت تدعمونا بلايك يا جماعة والله.